السلام عليكم. برحب أساتذتي وزملائي في قسم الصدر جامعة المنصورة، وزملائي وأساتذتي في مستشفى صدر المنصورة. هنتكلم عن الراديولوجيكال باترن بتاع التيوبركلوز. احنا بنقسمه لأربع مجموعات، في تيبيكال راديولوجيكال باترن برايمري تي بي وبوست برايمري تي بي او ريأكتيفيشن تي بي، وفي باترن انكاونترد ان بوست برايمري اند بوست برايمري، وفي كومبليكيشن اند سيكوالي اوف تي بي. اول مجموعه عندنا اللي هي التيبيكال راديولوجيكال باترن بتاع البرايمري تي بي، دي بنشوف فيها الليمفادينوباثي، الجونز فوكس، الجونز كومبلكس، والكونسوليديشن والبلورال افيوجن. ده منظر البرايمري تي بي الميدياستاينال الليمفادينوباثي. طبعا بيبقى في البرايمري بيمثل 90 ل 95% من الكيسز. السي تي شيست طبعا شايفين هنا المنظر بتاع الليمف نودز، بيبقى فيه اريا اوف لو اتنويشن بتبقى سنترال، وفي دي غالبا بتسجست الكيزياس نكروزس، وفي بريفرال ريم اوف انهانسمنت. في الاكس راي العاديه باين طبعا في وايدنج للميدياستاينم، دي غالبا باراتراكيال ليمف نود. في هنا برضه دي باينه طبعا في السي تي باراتراكيال ليمف نود انلارجمنت. الجونز فوكس دي فيجواليز شيست راديوجراف از اير سبيس اوباستي، دي بتبقى برين كمان ليجن. ده منظرها في الباثولوجي اللي هي الجرانيلوما. الجونز كومبلكس دي بتبقى بارينكيمال ليجن مع ريجنال ميدياستاينال لينفادينوز، بارينكيمال ليجن وفي ريجنال ميدياستاينال لينفادينوز. في الكونسوليديشن اللي بيجي في البرايمري ما بياخدش بقى الكلاسيك ساين بتاع السايت بتاع التبين اللي هو في الابر لوب، ممكن يجي بقى في الميدل لوب او في اي حته تانيه غير الابر لوب، وده بيمثل 70% في التشيلدرن ويز برايمري تي بي. ده منظره في السي بيبقى ميدل لوب كونسوليديشن. البلورال افيوجن بيبقى غالبا يونيلاترال وبيبقى نتيجه السب بلورال انفكشن. البلورال فيوجن مور كومون في الادلت مع برايمري تيوبركلوزز بيمثل 40%. البوست برايمري او رياكتيفيشن تي بي ده بيجي في صوره كونسوليديشن او كابيتيشن، او بيجي في صوره تري انفولد او برونكيتسز او ميليار تي بي او تيوبركلوم. الكونسوليديشن اللي بيجي مع البوست برايمري او الرياكتيفيشن تي بي بيبقى غالبا في الابر لوب، غالبا بياخد البوستير سيجمنت بتاع الابر لوب والابيكال سيجمنت بتاع اللور لوب. ده لاترال فيو شست اكس راي موجود فيه اللي هو الكونسوليديشن في الابيكو بوستيرور اي سيجمنت بتاع الابر لوب. الكافيتيشن دي احد العلامات بتاعه البوست برايمري او الريأكتيفيشن تي بي، وبيجي برضه في الابر روم. ده منظره في السي يبقى فيه كافيتيشن، ده منظر اللي هو التري امبلط. طبعا هو التري امبلط دي لو شفناها غالبا ده بيبقى اكتيف تي بي. البوست برايمري تيوبركلوز او ريأكتيفيشن تي بي الكريتيريا بتاعته بيبقى فيه بريدليكشن للابر لوب، وفي ليك للليمفادينوباثي، وفي بروبنسيتي فور كابيتيشن. البريدليكشن بتاع الابر لوب بيبقى نتيجه ديكريز الليمف فلو في الابر ريجون بتاع اللنج، وفي الهاير اوكسجين تنشن في الابر لوبس. البرونكيكسز بيمثل حوالي 30 ل 60% من البوست برايمري او الريأكتيفيشن تي بي، يعني اي حاله برونكيتس موجوده في الابر لوب والعيان عنده سيمتومز لازم ادور ورا التي بي. الميليار تيوبركلوزس ده منظره في الاكس راي،
المنظر في السي تي بيبقى حوالي النودولز دي بتبقى 1 ل 3 ملم في الدايمتر، وبتبقى راندملي ديستريبيوتد في البوز لانج. التيبركولوما ممكن تكون سيكوالي للهيد برايمري تي بي ماشي، وممكن تكون برضو موجوده في الري اكتيفيشن تي بي. دي منظر طبعا التيبركولوما، ممكن طبعا ايه تبقى ديفرنشيتد على السوليتري بالمونري نيديول. في باترن انكاونتر في البوست برايمري والبوست برايمري تيبركلوزس زي الكونسوليديشن والميديال تي بي والبلولار فيوجن، ممكن نلاقيهم في الاثنين. دي مقارنه ما بين البرايمري والبوست برايمري. في الاير سبيس كونسوليديشن طبعا في البرايمري ممكن نلاقي اكتر في الابر، في ممكن ما تبقاش في ابر لوب بريدليكشن. البوست برايمري بنلاقيها في الابر لوب. الكافيتيشن بتبقى مور كومن في البوست برايمري، غالبا ما بنلاقيهاش في البرايمري. الليمفادينوباسي بنلاقيها في البرايمري ما بنلاقيهاش في البوست برايمري. الميديال ديزيز ممكن نلاقيهم في الاثنين بس اكتر في البوست برايمري. البلورال افيوجن مور كومن في البرايمري، والتري ان بود مور كومن في البوست برايمري تي بي. ثالث حاجة، رابع حاجة بقى وآخر حاجة، اللي هو كومبليكيشن أو السيكوال بتاع التي بي. ممكن نلاقي فيه أسبرجيلوما أو كافيتيشن أو برونكيكسز، نيوموثوراكس، إمبايما، بلورال سيكننج أو كالسيفيكيشن، باي نيوموثوراكس، فايبروزس، رانك كومبليكس، تراكيو برونكال ستينوزس، برونكوليس، ترانسميوزن أنيوريزم أو برونكوجينيك كارسينوم. الاسبرجلوما طبعا زي ما احنا شايفين هنا في اللي هو البول بتاع الفانجال بول ده باين اوضح شويه، دي اللي هو الفانجال بول، وفي اللي هو الاير كريسنت لاين ده باين اوضح في الستي، ده الفانجال بول، وفي الاير كريسنت ساين هنا موجوده. البرونكيكسز ممكن نلاقيها برضو عايز كومبليكيشن من البوست برايمري بس ممكن ما يبقاش فيه اصلا اكتيف تي بي. النيوموثوركس ممكن برضو نلاقيه في السيكوال بتاع التي بي كنتيجه للرابشر بتاع الكافيتري ليجن. التيبركلس امبايما في البرونكو بلورال فيستولا، طبعا لو البرونكس فتحت في البلوره بتعمل ليه نيوموثوركس. في البلوره الامبايما تبقى لها دبل وول ساين. في البلوره السيكلينج ده في ايبيكال فايبروزس وعامل شيفت للتراكيه ناحيه الليجن ناحيه الرايت. الرانك كومبلكس دي بتبقى البونز كومبلكس بس حصل كالسيفيكيشن في البلمونري ليجن وحصل كالسيفيكيشن في الليمف نود بنسميها رانك كومبلكس. التراكيو برونكال ستينوزس بيحصل طبعا بعد الاند برونكال تي دي. البرونكوليس ده طبعا بيحصل فيه كالسيفيكيشن بعد الاند برونكال تي دي، وتسيب زي الحصوات اللي بتحصل برضه بتبقى اسمها برونكوليس. الراسميوزن انيوريزم ده بيحصل ويكننج للوول بتاع البرانش من البلمونري ارتري وبيحصل دايلاتيشن، وطبعا مشكلته ان هو ممكن يحصل رابشر ويعمل ماسيف هيموبسيس. البرونكوجينيك كارسينوما دي ممكن تيجي بقى بعد يعني بعد التي بي كاسكار كارسينوما. الكارسينوما ممكن تعمل ري اكتيفيشن للتي بي باي ايرودنج للكابسوليتد فوكس او افكتنج البيشنت اميونيتي، ممكن يحصل ري اكتيفيشن برضه مع البرونكوجينيك كارسينوم. ماتر كارسينوم. ثانك يو.